بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، محقق الله مناكم. راح بإذن الله سوف نتعلم في درسنا لهذا اليوم، نأخذ تجربة مختبر الفيزياء شحن المكثفات، وأيضا راح نتعرف على كيف تعمل مانعة الصواعق ودليل مراجعة الفصل الثالث. أهداف اللي هو درسنا لهذا اليوم في المختبر الفيزياء شحن المكثفات، راح نتعرف على توضيح كيف يتغير الزمن اللازم لشحن مكثفات مختلفة بتغيير سعاتها. إذن راح نوجد العلاقة بين سعة المكثف والزمن اللازم لشحن هذا المكثف. في الجزء الثاني راح نتعرف على كيف تعمل مانعة الصواعق، آلية عمل هذه المانعة الصواعق، وكيف تحمي الأبنية من أضرار الصواعق الرعدية. نبدأ بالجزء الأول، مختبر الفيزياء اللي هو شحن المكثفات. نتذكر مع بعض المكثف الكهربائي، ما هو تركيبه؟ عبارة عن المواد، عندنا كم عندي من مادة موصلة؟ بارك الله فيكم، إذا عندنا مادتين، الموصل الأول والموصل الثاني بينهم أيوة مادة عازلة، حيث ينشحن أحدهما بشحنة أيوة مخالفة للشحنة الثانية ومساوية له في المقدار. إذا أحدهما شحنته موجبة والآخر شحنته سالبة. إذا هو جهاز مكون من موصلين أو لوحين فلزيين يفصل بينهم مادة عازلة. ما الغرض منه؟ أحسنتم، تخزين الشحنات الكهربائية. إذا له سعة، هذه السعة الكهربائية للمكثف تعتمد على ماذا؟ مساحة أحسنتم اللوحين الموصلين، أيضا المسافة بين الموصلين، إذا تعتمد على الأبعاد الهندسية للمكثف. كذلك يوجد مادة عازلة، هذه المادة العازلة أيوة أحسنتم، تعتمد المكثف وسعة هذا المكثف على خصائص هذه المادة العازلة لنفاذية الوسط الكهربائي. كيف يتم شحن هذا المكثف الكهربائي؟ طبعا نلاحظ عندما ندخل المعمل الافتراضي في هذه الدائرة الكهربائية، أيوة قمنا بتوصيل القاطع بمقاومة 47 كيلو أوم بماذا؟ أيوة قطب موجب وقطب سالب، بارك الله فيكم، بطارية و أيوة اللوحين هنا متوازيين. إذن المكثف الكهربائي وصلنا هذا المكثف لكي يقيس فرق الجهد، بارك الله فيكم، بالفولتا ميتر. إذا كيف لما أنا أغلق هذه الدائرة الكهربائية، اللوح المكثف الذي يتصل، هذا لوح المكثف يتصل بالقطب السالب البطارية، سوف ينشحن، بارك الله فيكم، بشحنة سالبة. بينما اللوح الآخر الذي يتصل بالقطب الموجب، أحسنتم، سوف ينشحن بشحنة، بارك الله فيكم، شحنة ماذا؟ موجبة. إذا عند إغلاق المفتاح سوف تنتقل الشحنة الكهربائية من البطارية إلى المكثف، فسينشحن لوحي المكثف بشحنتين، هاتين الشحنتين بارك الله فيكم متساوية في المقدار ومختلفة في النوع. هذا الشحنات تولد فرق جهد للمكثف، فرق الجهد المكثف، لذلك قمنا بقراءة فرق الجهد عن طريق ماذا؟ أيوة الفولتا ميتر الذي يربط مع المكثف على التوازي. إذن يتولد فرق جهد كهربائي بين لوحي المكثف. كلما زادت كمية الشحنة على المكثف، نلاحظ أن هنا القراءة أحسنتم سوف تزداد، وطبعا راح نشوفها بشكل عملي في المختبر الافتراضي. إذن سؤال التجربة اللي كيف يتغير الزمن اللازم لشحن مكثفات، راح نستخدم كذا مكثف، هذه المكثفات سعاتها أيوة متغيرة، أيضا راح نجمع البيانات ونقوم بتنظيمها. هذه البيانات سوف توضح أيوة ساعة الإيقاف عند المعدل الزمني اللازم لشحن هذه المكثفات مختلفة في ماذا؟ أحسنتم، لكل مكثف مختلف في السعة، السعة تعتمد عليها اللي هو ما هي العوامل التي تعتمد عليها سعة المكثف؟ الأبعاد الهندسية للمكثف، بارك الله فيكم، وأيضا نوع المادة العازلة. أيضا راح نقوم بماذا؟ إنشاء أيوة من جدول البيانات اللي راح نرسم
بارك الله فيكم رسوم بيانية. هذه الرسوم البيانية راح تكون العلاقة بين الزمن وفرق الجهد. نلاحظ طبعا في التجربة عندما نقوم بأدائها في المعمل احتياطات السلامة، يكون عندنا هنا اللبس الواقي، وأيضا العين نقوم بلبس النظارات الحامية للعين، وكذلك الوقاية من الصدمات الكهربائية والانتباه من الأسلاك المكشوفة، وبالتالي الحذر عند استخدام الأدوات الكهربائية. أدوات هذه التجربة طبعا يجب أن نتأكد من هذه الملاحظة قبل بدء تنفيذ هذه التجربة، يجب أن يكون القاطع أو المفتاح مفتوحا ولا يتصل بمين البطارية، ثم بعد عملية التوصيل نقوم بإغلاق القاطع. ما هي المواد والأدوات اللي راح نستخدمها؟ 1، أيوة بطارية، طبعا جهدها هنا راح نستخدم 9 فولت. أيضا أيوة أسلاك توصيل مشابك اللي هو لاستخدامها في توصيل أجزاء الدائرة الكهربائية. كذلك هنا عندنا مقاومة كربونية مقدارها هنا عندنا 47 كيلو أوم. أيضا راح نستخدم لحساب الزمن ساعة إيقاف. أيضا هنا عندنا المفتاح الكهربائي، وراح نستخدم أيوة هذا المكثف، ثم نستبدل مكثف آخر. إذا عدد من المكثفات سعتها مختلفة، مثلا اللي هو 1000 مايكرو فاراد، 500 مايكرو فاراد، و240 مايكرو فاراد. أيضا لحساب فرق الجهد الكهربائي راح نستخدم مين؟ أيوة الفولتا ميتر. ما هي خطوات إنشاء الدائرة الكهربائية؟ سوف نشرحها بشكل نظري، ثم بعد ذلك راح نطبقها بإذن الله عمليا باستخدام المعمل الافتراضي. الخطوة الأولى نتذكر هنا بشكل نظري، إذا عندنا راح نحضر مين؟ أيوة المفتاح، أيوة الكهربائي. خلاص هذا المفتاح سوف نوصله بماذا؟ بالمقاومة، بارك الله فيكم. طرف المقاومة سوف يتصل بالقطب السالب أيوة للبطارية، هذه البطارية اللي هي مقدارها كم؟ 9 فولت. ثم الطرف الآخر أيوة هذا القطب السالب سوف نوصله بمين؟ بقطب سالب لمين؟ للمكثف. خلاص إذا نعيد، القطب أحد المقاومة راح تتصل بالمفتاح، ثم بعد ذلك المفتاح راح يتصل بماذا؟ إذا المفتاح يتصل بالمقاومة، ثم المقاومة من؟ بالقطب السالب، ثم هنا القطب أيوة نكمل هنا القطب السالب يتصل بالمكثف اللي قطبه السالب. نجي القطب الموجب، طبعا دائما إذا كان هنا عندي بهذا الشكل أو بهذه النوعية يكون مكتوب عليه قطب موجب، أو يكون سلكه أطول من السالب. نأخذ القطب الموجب نشوف نوصل بماذا؟ بالقطب الموجب. إذا هنا كملنا دائرة التوالي. الخطوة اللي بعد ذلك سوف نصل طرفي المكثف عشان أقيس فرق الجهد بماذا؟ أيوة الموجب بالموجب للفولتميتر، والسالب بالسالب لمن؟ للفولتميتر. إذا هنا نروح نصير كملنا خطوة رقم 2، راح نشوفها بشكل أكثر تفصيل في داخل مين؟ المعمل الافتراضي. هنا بشكل أوضح عندنا أيوة المفتاح الكهربائي وصلناه بالمقاومة 47 كيلو أوم، ثم بالقطب السالب للبطارية، ثم بعد ذلك وصلنا هذا الجهة التي تتصل بالقطب السالب للبطارية بقطب سالب للمكثف. الخطوة الثانية اللوح الموجب للمكثف سوف نوصله بماذا؟ بالقطب الموجب للمكثف. هنا أكملنا الدائرة الأولى. لكي أقيس فرق الجهد بين طرفي المكثف أقوم بماذا توصيله؟ على التوازي. كيف على التوازي؟ نقطتي الفولتميتر تتصل مع المكثف، الموجب مع الموجب، والسالب مع السالب. بإذن الله إذا طبقناه بعملي راح إيش تتم الحفظ. الخطوة اللي بعد تنفيذ التجربة راح نقرأ مين؟ أيوة عندنا القراءات راح نعبيها في الجدول. كل 5 ثواني راح ماذا؟ أيوة نحسب فرق الجهد لكل مكثف، المكثف الأول ثم نغير المكثف الثاني الذي سعته 500 مايكرو فاراد، ثم المكثف الآخر الذي سعته كم؟ 1000 مايكرو فاراد.
إذا هنا نبدأ نطبق عملية، نروح مكتبة معمل الفيزياء ناخذ المفتاح ثم نوصله بماذا؟ أيوة بالمقاومة، بارك الله فيكم. إذا نروح المكونات الغير فعالة، ملف المكونات، ونسحب المقاومة. طبعا قيمة المقاومة هنا اللي استخدمناها 10 كيلو أوم. بعد ذلك أيوة نأخذ البطارية، طبعا راح نوصله المقاومة بالقطب السالب. إذا نسوي تدوير للبطارية أيوة، ثم نوصل إذا المقاومة بالقطب السالب. نأخذ بارك الله فيكم المكثف، إذا مكونات غير فعالة رمز المكثف أيوة خطين متساويين، راح نوصله قلنا أحسنتم بالسالب. إذا راح نقوم بعملية تدويره بحيث يتصل المقاومة وطرف السالب للبطارية بالسالب، ثم الموجب زي ما الحين وصلنا بالموجب. إذا هنا السالب راح نكمل توصيل بالسالب. ناخذ الجهاز الذي يقيس فرق الجهد، الفولتميتر، مقاييس، نروح لجهة مجلد المقاييس، فولتميتر، ونوصله على التوازي الموجب بالموجب والسالب بالسالب. إذا هنا قمنا بعملية تدوير لكي يكون الموجب بالموجب والسالب بالسالب. طبعا أي قراءة تكون سالبة معناها أن هنا أيوة نحتاج العكس الجهاز. إذا نقوم بتوصيل النقطة الثانية، طبعا هنا عندنا، ثم نقوم بعملية ماذا؟ غلق الدائرة. بدأ ينشحن المكثف، نلاحظ تتجمع الشحنات السالب على اللوح السالب والشحنات أيوة اللون بالأحمر، أحسنتم، الشحنات الموجبة على اللوح الموجب، وتوقف عندما وصل شحنة المكثف. كم هنا عندي رقم اللي وصلت؟ 9 فولت. إذا نفس 9 فولت، إذا هذه الدائرة استخدمت لشحن المكثف. طبعا في كل خطوة، طبعا هنا عندك المقاومة مش فائدتها؟ تجعل عملية الشحن أيوة تتم بشكل أبطأ، لكي ماذا؟ لكي نستطيع اللي هو الحساب الزمن بشكل أكبر. طيب ندخل على البيانات اللي راح نجمعها. طبعا هنا البيانات المجموعة نلاحظ كل 10 ثواني، إذا جمعت البيانات لكل إيش؟ 10 ثواني. مثلا المكثف الأول سعته 10 مايكروفاراد، كلهم في الزمن 0، لا يحمل المكثف شحنة كهربائية، إذا فرق الجهد بين طرفيه 0 فولت. عند بعد 10 ثواني الأولى نلاحظ قيمة فرق الجهد للمكثف 10 مايكروفاراد 1.3، بعد 20 ثانية أصبحت 8.9، ثم أصبحت 9. إذا نفس شحنة البطارية، إذا متى انشحن المكثف اللي 10 مايكروفاراد؟ في أي ثانية؟ بارك الله فيكم، في الثانية 30 أصبحت شحنته مساوية لشحنة البطارية الموصلة فيه والتي استخدمناها تساوي كم؟ 9 فولت. طيب نجي نشوف عندما نغير المكثف، نستخدم مكثف آخر نفس الدائرة ولكن نستبدل المكثف بمكثف آخر 100 مايكروفاراد. نلاحظ في جدول البيانات أيوة عند الثانية 30 لم يصل إلى الشحنة 9 فولت، بل أصبح كم؟ 8.7 فولت. إذا متى وصل إلى 9؟ نكمل من خلال كل 10 ثواني اللي هو مين؟ لمئة أيوة، أصبح أحسنتم 9 فولت، وانشحن المكثف عند الثانية 110. إذا هنا ماذا نستنتج؟ أنه كلما كانت هذا 10 مايكروفاراد ومية مايكروفاراد، ماذا حدث؟ بارك الله فيكم، كلما زادت السعة أحتاج هذا المكثف إلى ماذا؟ زمن، بارك الله فيكم، إلى زمن أطول ليتم عملية شحنه. كذلك للمكثف الآخر 1000 مايكروفاراد وصلنا إلى 110، المكثف الأول والثاني، طبعا الثاني كان اكتمل شحنه، ولكن المكثف الآخر بقي كم هنا عندي عند 110؟ 7.6. إذا احتاج لزمن ماذا؟ أكبر. لماذا احتاج لزمن أكبر؟ بسبب بارك الله فيكم زيادة السعة، فكلما زادت السعة يحتاج هذا المكثف إلى أيوة ممتاز، إلى زمن أكبر لشحنه ويكتسب الشحنة. كذلك يعتمد على ماذا؟
في الدائرة الكهربائية يوجد ماذا؟ أيضا يوجد بطارية، فكلما كان شدة التيار مستخدمة أيوة أعلى، كلما أدى إلى شحن بشكل بارك الله فيكم أكبر. لذلك إذا أنا زودت قيمة المقاومة لاحظت أني أستطيع ماذا؟ أخذ القراءات بشكل أكبر. أحسنتم. إذا راح نجاوب تطبيقات على اللي هو التجربة، وراح ناخذ اللي هو الرسم البياني. إذا عندنا في التحليل لاحظ واستنتج، هل شحن كل مكثف بحيث هل انشحن كل مكثف بحيث أصبح فرق الجهد بين طرفي 9 فولت؟ وأعطي تفسيرا لذلك. طبعا هنا المكثف اللي استخدمناه في المعمل الافتراضي أصبحت بارك الله فيكم أصبح مقداره 9 فولت، ولكن المكثفات تختلف بعضها عن بعض بسبب اللي هو جودة الصناعة وأيضا أيوة فقدان للطاقة. إذن سوف تختلف الإجابات. إذا قد لا يشحن كثير من المكثفات إلى 9 فولت، ممكن لا يصل إلى 9 فولت بل يصل إلى اللي هو جهد أقل من هذا الجهد، يسمى اللي هو جهد اللي حالة الاتزان، حيث بسبب ماذا؟ طبعا هذه الحالة تحدث عند فقدان الطاقة بمعدل تدفقها إلى داخل المكثف، وأيضا وجود الرطوبة أو إذا كان في هذا المكثف العيوب. نجي للسؤال اللي بعده. أعد رسم نقوم بتجهيز رسما بيانيا على أن يكون الزمن على المحور أيوة الأفقي وفرق الجهد على المحور الرأسي. طبعا عندنا 3 مكثفات، إذا راح نحصل على كم في هذا الرسم؟ على 3 خطوط. كيف نقوم بعملية الرسم؟ من وين نجيب النقاط؟ أحسنتم، من جدول البيانات. فمثلا في البداية كلهم في الزمن 0، جميعهم فرق الجهد 0، ثم مثلا لاحظ هذا المربع خاص بمين؟ اللي هو 1000 مايكرو فراد. نلاحظ مثلا في الثانية العاشرة تقريبا أقل من 2، ممكن 1.7. الرقم اللي هو 100 مايكرو فراد أيوة تقريبا أقل اللي هو كم؟ 1.3. وهكذا قمنا بعملية الرسم تحديد الأرقام، ثم قمنا بتحديد النقاط، وقمنا برسم خط المواءمة. إذا نلاحظ أن عملية الشحن هل تمت لحظيا أم احتاجت إلى زمن؟ بارك الله فيكم، هي احتاجت عملية شحن المكثف إلى مقدار من الزمن وليست لم تتم بشكل لحظي. أسئلة الاستنتاج والتطبيق، هل يصل جهد المكثف لحظيا إلى جهد مساوي لفرق الجهد بين طرفي البطارية 9 فولت؟ وضح سبب السلوك الملاحظ. بارك الله فيكم، لا، لأن تراكم الشحنات قلنا أخذ ماذا؟ فترة زمنية، هذه الفترة الزمنية اختلفت من مكثف إلى آخر بسبب ماذا؟ أيوة السعة الكهربائية. هل يحتاج المكثف الأكبر سعة إلى زمن أكبر حتى يشحن تماما أم إلى زمن أقل؟ كلما زادت سعة المكثف بارك الله فيكم احتاج إلى زمن أكبر. أحسنتم، إذا المكثف الأكبر احتاج زمنا أطول حتى يصبح مشحونا تماما. عندنا طبعا من استخدامات المكثفات تستخدم في آلات التصوير اللي هي الكاميرات، حيث تقوم بتزويد الكاميرا بالفلاش. عندنا هنا السؤال يقول لك آلات التصوير الكاميرات الصغيرة المزودة بفلاش مخصص للاستعمال مرة واحدة فقط، ووحدات الفلاش الإلكترونية العادية تحتاج إلى مرور زمن معين حتى يصبح الفلاش جاهز، حيث يعمل المكثف فيها طبعا مثل ما احنا عارفين أنه يقوم بتخزين للشحنات وتخزين الطاقة لكي يعمل هذا الفلاش. وضح ما يحدث خلال الزمن الذي يجب أن تنتظره لأخذ الصورة الثانية بهذا النوع من الكاميرات. في أنواع كاميرات عندما تلتقط ويظهر الفلاش نحتاج إلى زمن أيوة لكي إيش يتهيأ هذه الكاميرا لالتقاط الصورة الثانية. لماذا هذا الفلاش إذا حصل على طاقته من أيوة من المكثف، هذا المكثف فقد شحنته، إذا يحتاج إلى ماذا؟ بارك الله فيكم، يحتاج إلى الشحن مرة أخرى. إذا يجب أن يشحن المكثف، هذه الشحنة التي يشحنها المكثف يجب أن تكون لها قيمة محددة قبل أن يصبح الفلاش جاهزا للعمل.
العوامل المؤثرة في الزمن الذي يحتاج إليه لشحن الفلاش قلنا يختلف هذا الزمن على حسب ماذا؟ بارك الله فيكم، على حسب السعة الكهربائية للمكثف، وأيضا على حسب ماذا؟ أيوة التيار الصادر من اللي هو البطارية. ندخل على الجزء الثاني في درسنا لهذا اليوم اللي هو كيف تعمل مانعة الصواعق. طبعا من اسمها مانعة الصواعق، ليست تمنع حدوث الصواعق بل أيوة تمنع الضرر الذي يسببه الذي ممكن تسببه الصواعق على المباني. كيف هذه اللي هي كيف آلية عمل هذه المانعة الصواعق؟ نلاحظ توضع مانعة الصواعق أيوة في على أسطح البنايات، حيث هذه المانعة الصواعق سوف تجذب ماذا؟ أيوة تجذب الشحنات الكهربائية إليها، لكي عندما تنجذب إليها تقوم بعملية ماذا؟ طبعا موصلة ب أيوة سلك بطريقة آمنة، وتوصل وتفرغ هذه الشحنات بارك الله فيكم إلى الأرض بطريقة آمنة. إذن مانعة الصواعق سوف تجذب هذه اللي هي الشحنات الكهربائية بدل من أن تسبب ضرر للأبنية، أيوة تأخذ هذه الشحنات الكهربائية وتقوم بتوصيلها بطريقة آمنة، حيث تتصل بسلك بارك الله فيكم موصل، لأنها سوف تقوم بشحن بتوصيله إلى الأرض بطريقة آمنة. إذن عندنا هنا البرق مدمر بصورة كبيرة، إذ ينتج عنه تيارات كبيرة جدا في المواد الرديئة التوصيل، يعني حتى في الخشب ومواد رديئة التوصيل يكون البرق قد يسبب الضرر عليها، حتى لو كانت هنا عندنا شجرة سوف يؤدي إلى احتراقها، مع أن الشجر يعتبر مواد أيوة عازلة. هذا البرق سوف يؤدي لتوليد، لماذا يؤدي للتلف؟ لأنه راح يؤدي لتوليد كمية كبيرة من الحرارة. لذلك اخترع مين العالم؟ فرانكلين في خمسينيات القرن الثامن عشر اخترع مانعة الصواعق. تستخدم مانعة الصواعق لحماية الأبنية، كيف تقوم؟ زي ما قلنا أيوة تجذب هذه الشحنات ثم تقوم بعملية تبديدها ونقلها أيوة سوف تقوم أيوة نقلها إلى الأرض بطريقة آمنة، إذن وفرت مسارا آمنا للتيار الكهربائي. بما أنها لا يجب أن توفر مسارا تيار هذه مانعة الصواعق، إذن راح تصنع من ماذا؟ مواد موصلة وعازلة، أحسنتم، من مواد موصلة، إذن ذلك لأنها موصلات جيدة. وقد اخترع مانعة الصواعق العالم بنيامين فرانكلين في خمسينيات القرن الثامن عشر. هذه مقدمة لمين؟ لمانعة الصواعق. عندنا تطبيقات عشان نتعرف على آليتها. يقول لك ما المسار الذي يسلكه التيار الكهربائي ليصل إلى الأرض إذا لم يكن المنزل مزود بمانعة صواعق في أثناء ضربة الصاعقة؟ عندنا المنزل إذا كان لا يحتوي على مانعة صواعق، التيار الكهربائي شحنات سوف طبعا لا تحتوي هنا على مانعة صواعق، دائما الشحنات الكهربائية تمر إلى وتحتاج إلى الطريق ماذا؟ الأسهل أم الأصعب؟ بارك الله فيكم، إذا سوف تحتاج إلى الطريق الأسهل لمرورها، هذا الطريق الأسهل، لذلك يجب أن تكون المقاومة لهذا الطريق أيوة سوف يبحث عن مقاومة، أحسنتم، قليلة، لكي يكون عندنا هنا مساره أيوة بارك الله فيكم مسار التيار راح يكون عندنا أسهل. إذا ما المسار الذي يسلك التيار الكهربائي ليصل إلى الأرض إذا لم يكن المنزل مزود بمانعة صواعق؟ سوف يبحث عن المقاومة القليلة، ثم طبعا سواء كانت في أي معدن، في أي قضيب معدني موجود حول المنزل أو في أعلى المنزل، سوف هنا إيش الصاعقة ممكن أن تضرب هذا المكان وبالتالي يؤدي إلى تلف هذا المكان. إذن إذا تعرض منزل غير مزود بمانعة صواعق لصاعقة، فإن التيار سوف أيوة ينتقل الأرض من خلال مين؟ المسار ماذا؟ أحسنتم، الأقل مقاومة. هذا المسار الأقل مقاومة يأخذ لأي أيوة أي سيقان أو أنابيب أو أسلاك أو أي دعامة فلزية موجودة في هذا المنزل، وبالتالي سوف يتعرض هذا المنزل ل بارك الله فيكم التلف. السؤال الثاني في التفكير الناقد، قوم، هل يجب أن تكون المقاومة بين نهاية سلك مانعة الصواعق المتصل بالأرض والأرض كبيرة أم صغيرة؟
المقاومة بين سلك مانعة الصواعق والأرض. هنا نريد أن تمر هذه الشحنات بطريقة أيوة آمنة، إذا نريد المرور. أحسنتم، إذا راح تكون المقاومة بارك الله فيكم قليلة، إذا راح تكون قليلة لكي طبعا تجذب اللي هو الصواعق، إذا لكي ماذا الشحنات الموجودة، إذا لكي لا يسلك التيار تيار الصاعقة مسارا آخر بل يتجه إلى مانعة الصواعق، وبالتالي تفرغ الشحنات بطريقة آمنة وتمنع حدوث الضرر الكبير. لكن لو كان هناك طريق أسهل سلكه التيار مسار آخر غير المانعة، أيوة سوف يسبب حدوث ضرر كبير. نيجي في التفكير الناقد، السؤال الأخير: ما المخاطر الناجمة أو الناتجة عن التركيب غير الصحيح لنظام مانعة الصواعق؟ إذن هنا يجب أن ننتبه، يجب أن تكون مانعة الصواعق مهيئة بطريقة صحيحة بحيث يكون توصيلها بمين؟ أيوة تفريغ الشحنات وتوصيل الأرض بطريقة آمنة. كيف عندنا؟ أيوة فعلا يجب أن تكون بطريقة آمنة. لو ما لم تكن بطريقة آمنة ماذا الذي سوف يحدث؟ أيوة سوف تضرب الصاعقة هذه المانعة الصواعق ولكنها لن تستطيع تفريغ الشحنات إلى الأرض بطريقة آمنة، وبالتالي سوف يتضرر ماذا؟ أيوة هذا اللي هو البناء. إذن ستبقى مانعة الصواعق متعرضة للصاعقة، ولكن يمكن أن يتضرر المبنى لأن هذه مانعة الصواعق أيوة تركيبها غير صحيح، وبالتالي لم تفرغ الشحنة بطريقة آمنة، ولكن يمكن أن يتضرر المبنى إذا كان الموصل أو قطب التأريض لا يوصل التيار إلى الأرض بطريقة آمنة. إذن هنا درسنا تعرفنا على جزئيتين هامة اللي هي شحن المكثفات، طريقة الشحن وما هو العامل الذي يؤثر على شحن المكثفات، كذلك تعرفنا على أنه كيف تعمل مانعة الصواعق ومشروط الواجبة أي لحماية الأبنية. إذن نكون هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، نراكم في الدروس القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.